خالد جودة الناطق الرسمي باسم حملة تمرد فلسطين لإسقاط حكم حماس في غزة، فرع الإخوان أو الفرع الدولي المسلح لحركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة. المؤتمر هو نقل صوت الشعب الفلسطيني، نقل معاناة الشعب الفلسطيني التي تتسبب فيه بالدرجة الأولى حركة حماس القمعية الإرهابية التي تقمع ولا تزال تهدد وتقمع وتهدد مصير الشعب الفلسطيني في نيل حريته والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الحركة الفلسطينية لا نحن نعتقد أن أبناء المتمردين في قطاع غزة سينزلون إلى الشارع وهم في تزايد مستمر، أبناء المتمردين في تزايد مستمر، وإن شاء الله سينزلون إلى الشوارع ليرفعوا هذا الحكم الظالم ويوحدوا الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة، وهي منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. حركة هو ممكن يكون ما حدث من تغيرات وبعد سقوط الإخوان في مصر وفشلهم الذريع في إدارة الحكم في مصر، لأن حكم مرسي العياط كان داعما للانقسام الفلسطيني وكان يدعم طرف على حساب الآخر، كان يدعم حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. بعد سقوط هذا الحكم العفن في مصر هناك توجه من أبناء المتمردين في قطاع غزة لإسقاط أيضا حكمهم أو جناحهم المسلح في قطاع غزة. تمرد إن شاء الله، ونحن أيضا أكرر نحن نراهن على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب شعب ياسر عرفات، شعب ياسر عرفات الذي أهنته حركة حماس وداست ببساطير عسكرها على صور هذا الشهيد. نحن نراهن على هذا الجيل، نراهن على أبناء وشباب قطاع غزة، الشباب الذي لم يرى النور في عهد حركة حماس، نراهن على الطلبة وطلبة المدارس وأصدقاء أسامة وسلام، وأكرر أنا هنا أصدقاء أسامة وسلام، لأن هؤلاء أطفال لن يتجاوز سنهم 4 سنوات، قتلتهم حماس بدم بارد. نحن نراهن على هذا الجيل، جيل الانتفاضة، جيل ياسر عرفات وجيل أحمد ياسين، نراهن عليه لإنهاء هذا الانقسام. ختام الفرع عضو حركة التمرد الفلسطينية لإسقاط حكم حماس بغزة. هو إرادة شعب وصوت الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وقمع حكومة حماس لشعبنا في قطاع غزة. تأثير الحركة في الشارع الفلسطيني. طبعا حركة التمرد لها تأثير، أول شيء هو إرادة الشعب وصوتنا صوت الشعب الفلسطيني، صوتنا صوت المقهورين والمظلومين داخل قطاع غزة. حركة التمرد خرجت من آهات وآلام شعبنا داخل قطاع غزة. طبعا احنا أملنا كبير في الشعب المصري، وأول كان عقد مؤتمر لحركة التمرد هو من قلب مصر، مصر العروبة، مصر الكنانة. مصر هي الدولة الشقيقة للشعب الفلسطيني، مصر هي أول من رفع الظلم وقف جنب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي.